انا بدأت ريكوردينج يعني. طيب فكده بالنسبه للادرس سبيس طبعا مشكلته اتحلت. ولو النتورك سايز ده كبر هل هتفرق؟ لو النتورك سايز هنا كبر مش هتفرق. ليه؟ لان ستيل بنتكلم على ادرس يونيك في لوكال كونكشن. فلو عندي مثلا لوكال لينك يعني، فلو عندي مثلا النتورك السايز بتاعها اكبر، فكل لينك بيتضاف اندبندنت عن اللي قبل كده كله، وبالتالي الادرس سبيس هنا ما اصبحش مشكله خالص. غير كده هنشوف دلوقتي كام كونكشنز ممكن تتعمل، او كام تشانلز ممكن تتعمل في اللوكال لينك ده او الفيزيكال لينك. هنلاقي ان برضك عدد كبير جدا. طيب خلينا بقى نشوف واحنا طبعا اتكلمنا على الكونكشن زيا او الترمينولوجي زيا، فيرتشوال تشانل، وفي فيرتشوال تشانل ايدنتيفاير، وفي فيرتشوال كونكشن، فيرتشوال تشانل كونكشن، وفي فيرتشوال باس، وفي فيرتشوال باس ايدنتيفاير، وفي فيرتشوال باس كونكشن. حد فاكر ايه هي الفيرتشوال تشانل كونكشن؟ مش زي التشانل ما بين من اند تو اند يعني من الهوست للهوست. بالظبط. هي كلمة كونكشن دي معناها بتكلم اند تو اند، زي مثلا هنا اهو، دي كده من هوست 1 لهوست 2، دي كونكشن. اللي هو قدامي دي هنا مكونة من كام تشانل بقى؟ ثلاثة. في تشانل هنا، وفي تشانل هنا، وفي تشانل هنا. كل تشانل من الثلاثة دول ليهم ايدنتيفاير، عشان كده ليهم في بي اي وفي سي اي. خلاص، وهنا في في بي اي وفي سي اي اندبندنت عن الفي بي اي وفي سي اي هنا. خلاص، دي كده فيرتشوال تشانل كونكشن. لو فيرتشوال باس اند تو اند اندرنيث الفيرتشوال باس ده في فيرتشوال تشانلز، فبالتالي هيبقى ده اسمه فيرتشوال باس كونكشن. فكلمه كونكشن ده معناها اند تو اند. بالظبط كده، شكرا. طيب تعالى بقى نشوف الاي تي ام سيل. الاي تي ام سيل زي ما قلنا ان هو يعني مش الكومن نيم بتاع لير 2 اللي اسمه فريم، ولكن هو اسمه سيل. فالسيل ده يعني عباره عن 53 بايتس، 48 باي لود، و5 بايتس هيدر. خلاص، ال 5 بايت هيدرز اهو، دي برضك الشكل ده متعودين عليه قبل كده، ان هو زي الاي بي بروتوكول والتي سي بي بروتوكول. ولكن طبعا تحت هنا بي لود اهو، ولكن بدل ما كل رو 32 بيتس، كل رو 8 بيتس بس، لانهم كلهم 5 بايتس. خلاص، فالرو هنا بالبيتس مش بالبايتس. الرو هنا انا هكتب فوق على اليمين، ده كده العدد ده بالبيتس. طيب العدد البيتس ده في الاي تي ام برضك عملت حاجه كويسه، ان الريكويرمنتس للكونكشن هنا اهو ما بين اليوزر والسويتش مختلفه عن ما بين السويتش والسويتش. الاختلاف هنا لما درسوه لقوا في الفلو كنترول. ليه بقى؟ لان السويتشز دي ار سبوست ان هي تبقى هاي سبيد سويتشز، يعني فيها بروسيسنج سبيد عاليه وميموري عاليه، فبالتالي ما فيش مشكله في الميموري. ولكن الهوست دون الاكويبمنت بتاع اليوزر اند يوزر، فبالتالي يعني ما فيش هنا اجبار على ان اليوزر يكون عنده اكويبمنت معينه، وبالتالي ممكن يبقى هنا في الميموري صغيره او بروسيسنج سبيد قليله. يعني ده كل يوزر ايه على حسب امكانيات بتاعه الهاردوير بتاعته. فعشان كده لما عملوا الاي تي ام سيل غيروا في الفيلد ده بس، لكن بقيه الفيلد زي ما هي. في جينيريك فلو كنترول، ده فلو كنترول
ليه ما بين اليوزر والنتورك. فبالتالي هتلاقي هنا لو بصيت تحت هنا هعلم تحت في يوزر تو نتورك انترفيس اللي هي على الشمال دي، واللي على اليمين نتورك تو نتورك انترفيس. دي اللي على اليمين ما بين سويتش وسويتش تاني، واللي على الشمال ده ما بين يوزر وسويتش. فبالتالي ما بين اليوزر وسويتش بيستخدموا حاجه اسمها فلو كنترول. خلاص الفلو كنترول ده هو مستخدم مني عشان اليوزر، مش عشان الايه السويتش اللي هو يعتبر جزء من الكور نتورك اللي هي هاي سبيد نتورك يعني. طيب كايدنتيفيكيشن بقى الجزء اللي هو كان فلو كنترول هنا ده ما بين اليوزر والسويتش، ما بين السويتش وسويتش دخلوه تبع الفيرتشوال باث ايدنتيفاير اللي هو الفي بي اي. طبعا هنا لما تدخله تبع الفي بي اي ده بيديك فرصه للادرس سبيس اكتر كمان جوه كور نتورك، بحيث انت لو عندك ما بين في اتنين سويتشز عليهم ترافيك عاليه او عدد من الكونكشنز كتير، فبالتالي ممكن تهندل العدد ده، لان زودوا هنا الفي بي اي اللي هو الايدنتيفاير بتاع الفيرتشوال باث يعني. طيب لو بصينا كده على ارقام بسيطه هنا اهو الفيرتشوال باث ايدنتيفاير اللينس بتاعه كام؟ فيرتشوال باث ايدنتيفاير اللينس بتاعه كام بيتس؟ 8 بيتس. خلي بالك ادي 4 و4 هم، لان الرو ده بيكمل بعد ايه؟ فبالتالي في 4 هنا و4 هنا يبقى 8. لما يكون عندي 8 بيتس يبقى عندي كام ديفرنت كومبينيشنز؟ 2 تو ذا باور 8 صح؟ اللي هو 256. هل 256 ده يعتبر رقم كبير ولا صغير؟ لان عدد من صغير طبعا. خلاص ولكن زي ما قلت من شويه ان الاي تي ام مش بتستخدم ايدنتيفاير واحد، ولكن عشان تايدنتيفاي سيرتن تشانل او سيرتن كونكشن بتستخدم رقمين الفي بي اي والفي سي اي. نرجع نبص بقى على الفي سي اي. الفي سي اي هنا اللينس بتاعه كام؟ 12 اللي هم عباره عن الاربعه دول لا 16 عادي، عباره عن الاربعه دول والثمانيه دول والاربعه دول، فيبقى 16 ايه؟ 16 طبعا 16 ايه؟ 16 بيتس. خلاص يبقى ممكن ايدنتيفاي كده 2 تو ذا باور 16 اللي هو كام بقى؟ الرقم ده احنا فاميليار بيه 65536. خلاص ده كده يبقى انا عندي within the same link physical link ممكن identify كام channel؟ المفروض يبقى 2 power 24 بقى. بالظبط كده، يبقى within the same physical لينك ماشي الـ number of channels كل اللي طبعا الـ channel معروفة بالـ two numbers دول ممكن يبقى up to 2 to the power 24 bits، وده طبعا رقم كبير قوي. خلاص ده كده يعني تخيل الرقم ده عدد الـ channels في لينك واحد، يعني 65000 وكسر في 256 يعني تقريبا كام 12 مليون ولا كام؟ لا حوالي 12 مليون حوالي 12 مليون او اكتر بحبه يعني، ده 12 مليون كونكشن في كل فيزيكال لينك. طبعا ده عدد كبير جدا واندبندنت على اللينكس الثانيه، كل لينك فيه اب تو 12 مليون. فده كده الادرس سبيس اتحل. طيب بعد كده الفيلد اللي بعد كده ده اسمه ايه؟ انا بشاور هنا اهو. الفيلد بعد كده اسمه payload type. البيلود تايب هنا هو التايب بتاع البيلود ده
لان الاي تي ام ده هو الشكل الوحيد المستخدم، الاي تي ام ده هو الشكل الوحيد المستخدم، وبالتالي يعني ما فيش اي انواع تانية بتستخدم فيه، يعني هو ما فيش شكل تاني للاي تي ام. فعلى حسب الفانكشن اللي عاوز تتعملها، مثلا سواء بتبعت كنترول سيل او كنترول ترافيك يعني او يوزر داتا، فهو بيبقى في نفس الانفورميشن دي، في نفس السيل دي. واضح؟ طب معلش ثانية واحدة كده.